أنني متجهة لا لما أسست هذا الحوار، ولكن هناك تأكيد من كل الأحزاب التي شاركت في جلسة هذا اليوم على أن الحوار هذا لابد له أن يستمر، ولابد أن نحدد أشني المجالات اللي ممكن باش يتدخل فيها، ولعل يأتي في مقدمتها هي حل النزاعات والمشاكل الجوهرية، المشاكل اللي تنجم تحصل لو لم تقع معالجتها بالتوافق مخاطر تعود بالمضرة على البلاد. هذا مش يقع، لا نستبق الأحداث، ولكن سيستمر هذا الحوار لاحقا بتركيبة أخرى طبعا طبقا لما معناها أفرز المشهد السياسي في الانتخابات التشريعية. هذا كان قرار أطراف المشاركة في الحوار الوطني في جلسته الختامية البارح، اللي أكد فيها الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي على كون الحوار باش يعلق، لكن سيستمر إثر تركيز البرلمان نهاية الشهر الجاري بتركيبة جديدة تتناسب مع ما أفرزته الانتخابات التشريعية من مشهد سياسي جديد. أما عن فرضية ما أسست الحوار الوطني فهي حسب ما ورد في الجلسة الختامية غير وارد، لكن أجمعت الأطراف المشاركة على ضرورة استمراره بنفس المبدأ، وهو حل النزاعات والمشاكل اللي ما يتمش حلها بالتوافق وممكن تعطل مسيرة الانتقال الديمقراطي. بعد 157 ساعة عمل و50 جلسة، الحوار الوطني كرم في آخر جلسته كل ممثلي الأحزاب اللي شاركت فيه مع الإجماع حول الدور الفاعل في إنجاح المسار الديمقراطي. بما أن ولادة الحوار الوطني كانت رسمياً نهار 5 أكتوبر 2013 إثر زوز اغتيالات وتوتر الوضع في البلاد وبلوغ الأزمة إلى حين إعلان اعتصام الرحيل، ونجح الحوار لتوفير التوافق بين جميع الأطراف السياسية حول عديد القضايا الرئيسية بالتسريع في المصادقة على الدستور واستقالة حكومة علي العريض والتوافق على حكومة تكنوكرات، إلى جانب المصادقة على أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وبالطبيعة المصادقة على القانون الانتخابي. وهي إنجازات تخلي كل الأطراف تفكر في إعطاء صبغة أكثر رسمية ودائمة مش مؤقتة للحوار الوطني. ممكن تفند قرار البارحة بعدم المأسسة، خاصة أنه الانتظارات معلقة على التغييرات في المشهد السياسي القادم بعد الانتخابات الرئاسية وتركيز البرلمان والحكومة ومدى تفاعلها مع الحوار الوطني وأهدافه.